الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع مشروب جديد وخلطة جديدة من خلطات الأعشاب اللذيذة صالحة في علاج قرحة المعدة والتهابها وارتجاع المريء وكذلك لوقف الإسهال، وهي مشروب منشط للطاقة وقابض وله منافع عديدة كفقر الدم والإعانة على هضم الطعام. يتركب من مسحوق الخروب، هذا هو مسحوق الخروب، سحقناه ببذوره ونريكم كيفية التحضير. صباح الخير، مرحبا. كيفية التحضير، نتناول مقدار ملعقة صغيرة في كأس ماء عادي غير دافي، نضعه هنا ونحركه جيدا لنصنع منه هذا المشروب اللذيذ. يمكن أن يشرب كذلك ساخن ويعطى للكبار والصغار، ليس له أثار جانبية، معين على الهضم ولذيذ، وتشربون الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. مع أخيكم عماد المصباح، خبير الأعشاب الطبية بتونس وصاحب صفحة الزهراء للأعشاب. تابعونا كذلك على قناتنا على اليوتيوب زهرة بلانت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.